بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، في هذه الحصة راح نتكلموا على الجهاز الفريستال ليبر، أي جهاز اللي يقرأ السكر بدون وخز. والجهاز هذا مفيد جدا، خاصة عند الأطفال لتفادي هذاك الوخز المتكرر. بزاف تاع الإخوة طلبوني باش نشرحوا كيفاش نركبوا الجهاز هذا. الجهاز هذا بسيط جدا، يتكون من ليكتور غليسيميك اللي يشبه كثيرا كاع لي ليكتور اللي نقيسوا بهم السكر، لكن عنده عدة خصوصيات وفيه بزاف تاع لي زوبسيون. الجهاز تاعنا هذا الشركة اللي خدمته وفرت واحد التطبيق اللي يخدم على جميع لي موبيل الهواتف، سواء الاندرويد ولا الايفون، بمعنى انه كاع لي دوني اللي راهم في الجهاز نتاعي قادر نرسلهم عن طريق الهاتف. نعطيكم مثال، مثلا الطفل اللي يكون في المدرسة ولا يقوم بقياس السكر نتاعو خلال ساعتين ولا ثلاث سوايع، ينجم يبعث الليغليسيمي نتاعو للأم نتاعو ولا للطبيب نتاعو باش يعاونو كيفاش يتعامل مع لي دوز تاع الانسولين ولا الدواء نتاعو. كذلك الجهاز هذا يمكنني باش ندير واحد التعليقات. الطفل هذا مثلا عندما يعبر الغليسيمي نتاعو يلقاها غرام و50، ومن بعد الاكل عندما ياكل وجبه ولا يلقاها مثلا 3 غرامات، ينجم يدير هذا التعليق باللي عندما كليت كذا وكذا ها واش شحال لقيت الغليسيمي نتاعي. وبهذه الطريقه يمكن الطبيب نتاعو ولا الام نتاعو باش يعاونوا كيفاش يتعامل مع الدواء نتاعو. اضافه للاباري نتاعنا يوجد عندنا الكابتور اللي متكون من جزئين. قبل ما نلصقوا الكابتور نتاعنا لازم نديزانفكتيو الجهه اللي نلصقوه فيها اللي هي المؤخره نتاع الابره نتاعنا. نفتحوا الجزء الاول اللي راه فيه الكابتور الداخل، نفتحوا من بعد الجزء الثاني اللي فيه لو سيستيم اللي باش نجبدوا لو كابتور. لازم الجزء الاول كما راكم تشوفوا راه فيه واحد لو تري طويل مع الجزء الثاني اللي فيه لو تري قصير، وندخلو وندير اون سيرتان بريسيون، ومن بعد هكذا باش نسي نطلع لو كابتور اللي راه عندي في الجزء السفلي. الطريقه هذه لازم يتوافق لو تري نتاع الجزء الاول مع لو تري تاع الجزء الثاني كما راكم تلاحظوا في الصوره. نجبد لو كابتور اللي راه عندي لداخل وندير اون بريسيون في الجهه نتاع لو بران تاعي، الجهه السفلى، نعصر مليح، ندير اون سيرتان بريسيون ونطلع. وهكذا نشوفوا بان لو كابتور نتاعي راه اون بلاص. نسي نزيد نثبتو شويه باليد نتاعي، نحنش على الجهاز نتاعي. في الشاشه راح يظهروا لي زوج مربعات، نضغط على المربع اللي الشكل نتاعو الشكل تاع لاباري نتاعي. من بعد نقرب لاباري نتاعي للكابتور اللي راني ملصقو في الذراع نتاعي. عندما نقرب الجهاز نتاعي مع الكابتور مع الشريط هذاك اللي لصقته، رايح يعطيني ان ميساج بلي خلال 60 دقيقه يبدا يعمل. وما ننساش بان الجهاز هذا يبقى مده 14 يوم لكل كابتور. والسلام عليكم والى الملتقى.